السلام عليكم يا باشمهندسين، نبدأ مع بعض نتعرف ايه هي المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة البي ام بي. حضرتك عشان تحصل على شهادة البي ام بي المفروض أول حاجة إنك أنت تسجل وتعمل أبلكيشن على الموقع بتاع البي ام اي، عشان لما تعمل أبلكيشن حضرتك تبقى مؤهل إن أنت تدخل أو تحجز الامتحان بتاع البي ام بي، وبعد ما تنجح في الامتحان تحصل على الشهادة. ده الترتيب المنطقي. وبالتالي انت عشان تقدم الابلكيشن في شويه اشتراطات المفروض تبقى موجوده عندك عشان تقدر تقدم على الابلكيشن، والابلكيشن دي تتقبل، وبعد كده تحدد ميعاد الامتحان، وبعد تحديد ميعاد الامتحان تدخل الامتحان وتنجح وتحصل على الشهاده. فلو احنا اتكلمنا ايه هي الاشتراطات المطلوبه، فهتلاقي ان انت عندك نوعين، والكلام ده من على الموقع بتاع البي ام اي نفسه. بيقول لحضرتك لو انت 4-year كوليدج، لو انت الكليه بتاعتك 4 سنين اللي هو يعتبر تعليم عالي، او لو انت هاي سكول او معاك معهد. هنا كده ده تعليم عالي وده تعليم متوسط. لو حضرتك تعليم عالي يبقى احنا محتاجين من حضرتك 36 شهر اللي هم يوازي 3 سنين خبره في مجال اداره المشاريع. لو انت هنا تعليم متوسط احنا محتاجين 60 شهر اللي هي توازي 5 سنين خبرة في إدارة المشاريع. وفي الحالتين لازم تحصل على شهادة ان انت اتعلمت إدارة المشاريع او اخدت كورس في إدارة المشاريع، سواء كانت الشهادة دي اعداد للبرنامج نفسه، يعني اعداد للقصة بتاعت امتحان البي ام بي، او اي شهادة في إدارة المشاريع. المهم يكون مدتها 35 ساعة. وبالتالي لو انت معاك شهادة مدتها 35 ساعة، او كنت اخدت البرنامج اللي كان قبل كده ان احنا اتفقنا مع بعض او تعرفنا مع بعض على مجموعة من الشهادات الخاصة بالبي ام اي، وكان في كورس في الاول او الشهادة في الاول اللي هي الشهادة بتاعت السي اي بي ام اللي انا قلت لحضرتك عليها ان هي دي تعتبر تمهيد للبي ام بي. يبقى لو انت واخد التمهيد بتاع البي ام بي او حاصل على الشهادة بتاعت السي اي بي ام، هنعفيك من الشرط بتاع ان انت تجيب شهادة مدتها 35 ساعة. لو ما اخدتهاش لازم تجيب لنا شهادة في إدارة المشاريع مدتها 35 ساعة وانت بتقدم على الابليكيشن. يبقى إذن ده الفرق ما بين الاثنين، وتعالى نبص عليهم كده بطريقة تانية. أول حاجة زي ما قلت لك، لو انت معاك شهادة سنوية أو دبلوم يبقى حضرتك محتاج خبرة مهنية غير متاحة في إدارة المشاريع لمدة لا تقل عن 5 سنوات اللي هي 60 شهر. لو انت معاك شهادة جامعية مدتها 4 سنين اللي هو تعتبر تعليم عالي، يبقى احنا محتاجين منك 36 شهر. لو انت حاصل على ماجستير يبقى احنا محتاجين منك 24 شهر. وفي كل الأحوال انت محتاج انك انت يكون معاك شهادة مدتها 35 ساعة، تريننج مدته 35 ساعة. وبالتالي كده عرفنا ايه المتطلبات الأساسية المطلوبة منك عشان تقدم على الامتحان بتاع البي ام بي.